السلام عليكم، مين ما كان يسامعني ونحن بننشدكم. نحن أهالي أهل الغوطة، الغوطة الشرقية، منطقة دوما. نحن ساكنة ببيت ومستورة والحمد لله رب العالمين. إجا ضربت الطيارة وانقصف بيتي وطلعت بسلام الحمد لله، الله نجانا أنا وزوجي وبنتي. ونزحت لعن بيت حمايي، بعد ما نزحت عن بيت حمايي بثلاث أيام انقصف بيتهم، ورجعت طلعت من بيت حمايي كمان أنا وبيت حمايي، صرنا ناسحين من منطقة لمنطقة، ورحنا على بنت حمايي وقعدنا، ونحن خمس عيال ست عيال فوق بعضنا نايمين عن بنت حمايي كمان نفس الشيء. ما إجى الصبح إلا ضرب علينا فيل، ورجعنا نزحنا وقاعدين بالأبو، لا ضو ولا مي ولا شو بدي لك، لك حصيرة تحت منا ما في، لا حرام لا غطاء لا شيء، لا عم ننام لا أكل. صلنا ثلاثة أيام مثل ما قال الأخ، الله وكلكم بلا أكل. نحن من ناشدكم، نحن طالبين من الله ثم منكم، إن شاء الله يا رب الله كل واحد بيطلع فينا الله يتطلع فيه، والله يجزيكم كل خير. نحن حالتنا حالة، أطفالنا بلا دواء بلا أكل بلا حليب بلا شو بدي أقول لك، ما ضل في أي شيء ناكله. شو رح ناكل، لحم بعضنا؟ نحن مسلمين لازم نتطلع ببعضنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما إلنا غير رب العالمين، وأنتو لازم تساعدونا يا أهل الخير يا أهل النخوة. نحن مسلمين ومنتطلع ببعضنا، ما بطلب غير من رب العالمين ثم منكم، يا ريت تناجدونا. نحن لا ضو ولا مي ولا أكل ولا شيء، مين إلنا غيركم، أنتو إخواننا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يجزيكم الخير عني وعن كل مسلم، الله يجزيكم الخير.